السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة الفضولي من كل أنحاء العالم. إذا كنت من عشاق الأغاني الأجنبي كلها وبتعرف إنجليزي كويس، الفيديو ده ليك النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة كنز من كنوز، تابعوا معايا الفيديو الآخر إن شاء الله بعد المقدمة. أهلا بكم مرة تانية متابعي ومشاهدي قناة الفضولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لو كنت معانا لأول مرة، قناة الفضولي دي قناة شاملة فيها تلخيص كتب، فيها مواقع ربح على الإنترنت، وفيها قصص ووقائع من الحياة. ويلي فيديو النهاردة منجم من كنوز الإنترنت للربح، وزي ما وعدتكم عمري ما هخليك تضيع وقتك في حاجة ملهاش أي لازمة. وزي ما قلت في المقدمة، لو انت من عشاق الاغاني فعلا وبتحب الاغاني والانجليزية بتاعتك متوسطة، تقدر بإذن الله تحقق ربح من الموقع دوت بكل سهولة. تعالوا معنا مع بعض نشوف ايه هو الموقع ده وكيفية التسجيل فيه وكيفية الربح منه. طبعا بفكركم قبل ما ابدأ في شرح الموقع بإذن الله بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك المتين. عايزين الفيديو ده يوصل لمئة ألف لايك، لأن المواقع اللي بقدمها مواقع صادقة وحقيقية وهتحقق منها ربح بأمر الله تعالى. مش هضيع وقتك في تاسكات ملهاش لازمة، ومش هضيع وقتك في أي فيديو وموقع يكون غير صالح للدولة بتاعتك أو غير صادق ويضحك عليك. طبعا موقعنا النهاردة اللي هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، ياريت تضغطوا عليه عشان تسجلوا فيه وتحققوا الربح. موقعنا النهاردة اسمه جينيوس، وهنبص على الريفيو بتاعته قبل ما نخش على طريقة التسجيل وطريقة تفعيل الربح. لو بصينا على ترتيبه ما بين المواقع اللي هي بتحقق الربح، فهو ترتيبه رقم 6، وبيقول لك if you are good with lyrics، يعني اذا انت كنت كويس في سماع الاغاني وكتابة كلمات الاغاني. I bet you will enjoy being a member of Genius. هتكون طبعا عضو يعني مستمتع بعضوية موقع Genius. You will get paid to listen to music and transcribe its lyrics. تمام، يعني هتسمع مزيكا وهتكتب كلمات الأغنية. Of course you will earn more than just giving reviews. مش بس هتعلق على الأغنية، ده انت كمان هتعمل transcription وهتعمل فلوس منها كويسة. طيب شرط ان انت تبقى عضو على جينيوس الموقع العالمي ده ان انت بي 18 and above، فوق سن ال 18، بي اكسلنت وذ سبريد شيتس، والسبريد شيت طبعا دي معروفه يعني مهاره من مهارات المايكروسوفت، بي ايبل تو ميت تايت ديدلاينز، يعني هيديك موعد نهائي مثلا لتسليم كلمات الاغنيه ولازم تلتزم بيه. فهنا لازم نعرف ان في جديه جدا في الشغل. كمان regularly check on their lyrics associate board for any job openings. على طول تفضل تبص على ايه الوظائف الجديدة اللي بتظهر، والحقيقة ربنا طبعا ما اكتر من الاغاني اللي موجودة في العالم، وطبعا في اغاني بتتحدث وفي اغاني كمان بتعمل لها ريميك، فالموضوع بصراحة جدا هتلاقي فيه بإذن الله تعالى الكثير من الوظائف. طيب ايه هي البروز او المميزات؟ اول حاجة better paying opportunities، يعني فرص للدفع والسداد كويسة. members work remotely، تقدر تشتغل عن بعد من اي مكان في العالم. كمان hires worldwide، نحط مليون الف خط تحت كلمة hires worldwide، يعني احنا هنا مش ملتزمين بدولة بعينها. طيب ايه هي ال مساوئ او العيوب او الكونز؟ هي lots of the gigs have tight deadlines، كتير جدا من الوظائف عندها ميعاد نهائي ضيق او يعني سريع، يعني يقول لك كمان 4 ساعات. طبعا مع الوقت ان شاء الله تبتدي تثقل مهارتك، وخلاص لو انت عارف الاغنيه ديت وتسمعها كتير هيبقى من السهل عليك جدا تعمل ترانسكريبشن، تكتب كلمات الأغنية بسرعة جدا في السبريد شيت وتسلم بإذن الله ويتوافق عليك وتاخد الفلوس. خليكم معايا في الفيديو لغاية الآخر عشان نشوف
طريقة التسجيل في الموقع وتحقيق الربح. بصوا يا شباب، اسهل حاجة في الموقع ده انه بيطلب منك يتسجل بالفيسبوك يتسجل بالجيميل، فلو عندك فيسبوك او جيميل هيبقى سهل جدا جدا ان انت تسجل وتخش على موقع جينيس. جميل جدا، يبقى التسجيل ما فيهوش اي مشاكل. طيب اقدر بقى احقق الربح ازاي واشوف الوظائف فين؟ طبعا عشان قلتلكوا ده منجم يبقى لازم نحفر جامد قوي. هنروح نازلين لاسفل الصفحة ولغاية ما نوصل لكلمة كوميونيتي، ان انت تبقى عضو من اعضاء جينيس. تمام؟ طيب بيديك هنا خيارين، learn how genius works، اتعلم الطريقة ازاي تبقى معانا، كمان get involved يعني اشترك معانا. فلو دخلنا على الاول learn how genius works، هنفتح هنا هنجد كالتالي. اول حاجة بيقول حضرتك هنا ايه هو genius؟ هو ultimate source of music knowledge، تمام، مصدر من مصادر المعرفة الموسيقية. تمام؟ طيب sign up for a genius account زي ما انت هتعمل بالجوجل او بالفيسبوك، دي ما فيهاش مشاكل. بعد كده في حاجة اسمها genius IQ، يعني اذا اختبار ذكاء، وهي البوينتس اللي هتحققها كمان عشان تبقى باذن الله تعبير عن معرفتك بالموسيقى. احنا بنقول واحد بيعشق الاغاني، الموقع ده لواحد بيقدر وبيتذوق الموسيقى. طيب النوليدج ديت او المعرفة ديت، اول حاجة فيها ان انت تؤنتيت ليركس، يعني تعمل شرح لكلمات الاغنية. يعني مثلا اغنية البينك فلويد بتاع The Wall اكيد لها معاني، واخد بال حضرتك، معاني بتتكلم عن، ممكن تكون معاني سياسية، ممكن تكون معاني بها علاقة بالتعبير عن الرأي والحرية وهكذا. فانت مش كل اغنية بتقول مثلا كلمات معينة مباشرة يبقى هو ده المقصود بالاغنية، اكيد في معنى والكلام دوت في كل الاغاني، سواء الانجليزية والبريطانية والفرنسية ولا حتى الاغاني المصرية بتاعتنا، برضو لكل اغنية في معاني كده عميقة، تمام، او ظلال المعاني. كمان الرايت ارتست والسونج والالبوم بايوز، كمان ممكن لازم تبقى عارف يعني خلفية عن كاتب الاغنية والالبوم كمان، تمام، والكفر ارت وورك. الكفر يا جماعة زي ما انتوا عارفين ان يعني حد يقول الاغنية بطريقة مختلفة، هي نفس الاغنية بس يقولها بادائه هو واحساسه هو. وبعد كده بتضيف song facts، معلومات عن الاغنية، والله ظروف الاغنية دي كان كذا 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 وهكذا. وبعد كده عندك transcribe lyrics، ان انت تكتب ايه كلمات الاغنية. وبعد كده make a suggestion or propose an edit، تعمل اقتراح او تعديل. ممكن في انا عايز الكوبلي ده يقول كذا، لو الكوبلي قال ده كذا هيبقى رائع جدا. واخر حاجة ask or answer a question with Q and A، هي دوت الاي كيو كويز بتاع المعرفه اللي بيأهلك للانضمام لهذا البلاتفورم او المنصه الرائعه جدا جدا. عظيم. لو احنا رجعنا تاني وشفنا جيت انفولفد، هنبص باذن الله تعالى عن الوظائف وقد ايه هي كتيره. طبعا زي ما انتم شايفين فوق ده صندوق الرسائل، وده الـ Earn IQ، وبيديلي كمان الجيميل بتاعي هنا زي ما انتم شايفين. وهنبص كده مع بعض، ادي المشروعات او الوظائف بتاعت كتابة الليركس Transcription Projects، تمام، ده الالبوم وده السينجل وده New Music Tuesday Friday Spotify Playlist. طبعا انتم عارفين موقع Spotify عليه اغاني. Paramount Transcription Project وبيديك معلومات عنه، وهنا Clean Up Projects، وهنا Editor Projects، وهنا سايتات تانية برضو بتديك Projects. وطبعا برضو بيديك معلومات كبيرة جدا جدا جهة اليمين، ازاي ان هما بيساعدوك في كل خطوة من الخطوات بتاعت المشروع
عشان تنجح وتحقق الربح. طبعا عايز اقول لكم فلوسها كتيرة، لان فلوس المزيكا اصلا فيها رويالتيز او حقوق ملكية بيعطوها طبعا لكاتب الاغنية، وبيعطوها تمام للملحن وهكذا. فانت لما بتتعامل مع الكوميونيتي ده والمجتمع ده برضو الترانسكريبشن بتاع الليركس بيكون اعلى، ممكن توصل اغنية معاك ل 120-150 دولار. وشوف بقى كام اغنية ممكن انت حضرتك تكون بتحبها جدا وحافظ كلماتها، وتقدر كمان باذن الله تروح كاتبها وتعلق عليها وتنضم لهذا الموقع الجميل. بكده يا جماعة عايز اقول لكم يعني فرصة رائعة لكل محبي الاغاني، فرصة رائعة ان انت تعمل شوية فلوس وانت قاعد مستريح تسمع المزيكا اللي انت بتحبها. من فضلك هكرر مرة تانية، ما تنساش الاعجاب والاشتراك في القناة عشان مجهود البحث عن المواقع دي، مجهود الاعداد ليها مجهود خرافي مش هتكلم عليه. ولكن بذكركم تاني انا عشان بحبكم بعمل لكم الكلام دوت. منتظر تعليقاتكم، واي مشكلة تواجهوها كلموني في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.